تقول لي انا هصرف 10 مليار عشان اكهرب واعمل ميكنه، ال 10 مليار دول لو انا حطيتهم في البنك هيجي لو خدت عليهم فايده 10% يعني مليار جنيه، ولو بالوضع الجديد اللي موجود دلوقتي بسعر الفايده يبقى 2 مليار جنيه. ما كانش في سواق بلا يمشي ازاي ولا ما يمشيش ازاي يا عم ما كانش في